ينطلق هنا في هذه اللحظة. وبسم الله وعلى بركة الله أعلن انطلاق كأس الكوس. أول أشواطنا في هذا الصباح محملا بالأمال، محملا بالمنافسة، محملا بالتحدي بين أسماء سنتعرف عليها في هذه المشاركة الأولى، حيث انطلق الكل في هذه اللحظة بحثا عن هذه الكأس، بحثا عن هذا الشرف والمجد هنا في هذه الانطلاقة الأولى. مع هذا الصباح وهذه الانطلاقة التي نتابعها في هذه اللحظة، نرحب أيضا مشاهدينا الكرام من خلال هذه الانطلاقات بحضور سمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد المكتوم الذي يتابع هذه الانطلاقة الصباحية. ننطلق على البركة في كأس الكوس، محير النفوس يا سلام، والكل هنا ينتظر أن ينال هذه الكأس الغالية. أسماء تتنافس في هذا التحدي وفي هذا المسار. غيه حمد محمد بن سالم الوهيبي، شقره محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين، السالمية زايد بن محمد بن زايد المنصوري، أديال أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، الشاهينية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ضي ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وجواهر. تختم هذه الأسماء السيد حمدان بن حمد بن نهيان العامري. هذه الأسماء التي تبدأ في هذه الانطلاقة، تبدأ هنا في تحديد هذا المسار الأول بعد أن انطلق الكل يبحث عن هذه الكأس. جاء النجوم، جاء العمالقة، جاء كل من يتابع هذه الرياضة إلى أرضية هذا الميدان ليتابع هذا التحدي المثير. نذهب إلى المقدمة حيث الإعصار الأخضر، الإعصار الغربي يبدأ بثنائية على مقدمة هذا الشوط. هناك أديال أحمد بن سلطان بن محمد المنصوري في المركز الأول، وتلاحق الشاهينية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري في المركز الثاني، بينما جواهر على المركز الثالث، حمدان بن حمد بن نهيان، حمدان بن سالم بن نهيان العامري الذي يأتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع غي لحمد محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الخامس شقرة محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. هذه أربع خمسة أسماء هنا بدأت في المنافسة والانطلاق في هذا الشوط الذي يحمل كل الأسماء القادمة لتساهم في انطلاقة شوطنا الأول، شوط كأس الكوس. أين يتجه الكأس؟ أين يذهب؟ هل يبقى هنا إماراتي أم يغادر إلى خارج الإمارات؟ من يدري؟ هنا دول الخليج تشارك في هذه الانطلاقة، في هذا التحدي، في هذا المسار. الله الله الله، بدينا والنشاط، النشاط هنا حاضرا في هذه اللحظة، وأديال تتصدر مقدمة هذا الشوط، تبدأ على المركز الأول، تعلن أنها متواجدة في هذا الشوط هنا حاملة لهذا الشعار المتميز، أحمد بن سلطان بن محمد المنصوري اللي تبدأ على المقدمة وتقود الصدارة. حرص أيضا من هذا الشعار على المنافسة ونيل هذه الكأس الأولى في هذا الصباح ما قبل الختام. الشاهينية مرافقة لأديال على الصدارة، والمركز الأول لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ما شاء الله، منافسة هنا تبدأ من هذه البداية، وتبقى جواهر نجمة الجواهر في هذا الشوط الذي يضم سبعة جواهر وهي حاملة للرقم سبعة. حمدان بن سالم بن نهيان العامري يقدم هذه الانطلاقة في اسم يحمل أيضا إنجازا قريب في هذا التحدي، المركز الرابع. أذهب إلى غي على المركز الرابع، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، يا سلام، ممثل السلطنة
دائما في كل المنافسات وفي كل أشواط الرموز والتحديات. المركز الخامس ظهرت السالمية، قدمت السالمية. احذروا هذا الاسم، احذروا هذا الشعار، احذروا هذا العنوان. السالمية هناك في الكويت، ولكن نحن في سالمية المرموم في هذا التحدي. تأتي هنا من انطلاقة السالمية زايد بن محمد بن زايد المنصوري. هذه أسماؤنا، تغييرات بسيطة، انتقالات وتغيير على المراكز بين الأسماء. وننتظر، ننتظر عاصفة بعد 4 كيلومترات ستحمل التحدي والإثارة والتنافس. الكل يراقب، الكل ينتظر. فقط هنا الدفع الذاتي يحمل هذه الأسماء، يحمل هذه العناوين، يحمل هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، لا زلنا هنا من خلال هذه اللحظة نقترب رويدا رويدا من منتصف المسافة. 4 كيلومترات هنا ترفع شعار المنافسة ما قبلها وما بعدها. هي منتصف مسافة هذا الشوط، شوط 8 كيلومترات. الكأس، كأس الكؤوس يتجول بين هذه الأسماء التي نتابعها. نبدأ بالمقدمة، نعود إلى من تقود المركز الأول. أديال، أديال، أديال في الصدارة. لأحمد بن سلطان بن محمد المنصوري على المقدمة والمركز الثاني. الشاهينية على المركز الثاني لمحمد بن زايد بن خلفان. المنصوري جواهر بدأت بالتقدم إلى المركز الثالث في هذه المنافسة وإلى الثاني ومراقبة. حمدان بن سالم بن هيان العامري والمركز الرابع. السالمية على المركز الرابع في هذه الإثارة. زايد بن محمد بن زايد المنصوري وغية، غية وصلت من السلطنة. صراع خليجي، تحدي خليجي في هذه المنافسة. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، هذه الأسماء التي تبدأ وأتابع اسمين آخرين، لكن أتوقع التنافس في هذه المنافسة وفي هذا التحدي حينما نصل إلى بوابة العبور بعد أن نكون قد أنهينا هذا الكيلو الخطر، كيلو الغابات كما يطلق عليه في هذا الميدان، ميدان المرموم. يا سلام، الكأس الأولى، كأس التحدي، كأس المنافسة، كأس الكؤوس. الله الله الله، شوف المنظر، شوف المنظر، شوف الإثارة. البوابة بدأت تفتح بوابتها هنا للقادمين بقوة في المنافسة. جواهر تصدرت، جواهر اللي انتقلت للمركز الأول في هذه اللحظة إلى الصدارة. حمدان بن سالم بن هيان العامري، ووصلت هنا السالمية. زايد بن محمد بن زايد المنصوري، يا سلام، من المركز الأول انتقلت للصدارة، طارت إلى المقدمة، طارت إلى هذه البداية الأولى. تحمل هذا الانطلاق، تحمل هذا التنافس على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، من خلال هذه البداية الأولى، من خلال هذا التنافس الأول، من خلال هذا الانطلاق الأول في هذا المسار. هناك على المقدمة، أعود إلى السالمية، أعود إلى السالمية، أتابع السالمية، السالمية، السالمية على المركز الأول في هذه اللحظة. تطير إلى الصدارة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، يا سلام، على المقدمة. واديال تحتفظ أيضا بمركزها، مركزها الثاني في هذه المنافسة. أحمد بن سلطان بن محمد المنصوري بدأ، ارتفع الإيقاع، زاد رتم المنافسة. جواهر على المركز الثالث، حمدان بن سالم بن هيان العامري، وهنا على المركز الرابع تصل، هنا تصل الشاهينية على المركز الرابع في هذه الانطلاقة. ولكن شقرة، شقرة محمد بن غانم بن منصور السيف الخيارين صائد الرموز ظهر في عنوان المنافسة، ظهر في دائرة الإعلام. 2 كيلو، أسرعي أيها الخطى، أسرعي أيتها الهجن إلى المقدمة والصدارة. الكأس الأول، كأس الكؤوس ينطلق مع هذه البداية، ينطلق مع هذا المسار. يا سلام، السالمية المرشحة الأقوى تبدأ هنا على مقدمة هذا الشوط في المنافسة في التحدي والإثارة. السالمية غربية، غربية. زايد بن محمد بن زايد المنصوري مع هذا الأداء المتميز، مع هذه البداية
المتميزة. يا سلام، دفاع عن المركز الأول يأتي من أديال بنفس الشعار أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، ولكن شقرة 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 صائد الرموز يريد أن يصطاد رمزا آخر، رمز كأس الكؤوس محمد بن غانم بن منصور السيف الخياري اللي بدأت الآن. وجواهر تحركت، جواهر تحركت، الجواهر هنا لحمدان بن سالم بن هيان العامري. الله الله الله، تعود أديال على المركز الرابع في هذه المنافسة. أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، هذه الأسماء الأولى هنا المنافسة. 1200، نذكر الجميع، نذكر الجميع، الكأس على بعد 1200 متر من خط النهاية. يا سلام يا سلام يا سلام، السالمية متصدرة حتى هذا الانطلاق، وهذه البداية مرشحة، مرشحة في هذا التفوق، في هذا المجال، في هذا اليوم، في هذا الشوط. الكيلو الأخير يفتح هنا البوابة، يفتح البوابة للانتصار. زايد محمد بن زايد المنصوري، يا سلام يا سلام يا سلام، منصة الميدان ترحب بالنجوم، ترحب بالنجوم، ترحب بالقادمين. المركز الثاني شقرع، المركز الثاني محمد بن غانم بن منصور السيف الخيارين، صائد الرموز بدأ بالهجوم، بدأ بالهجوم ليصطاد الكاس، تأهب لاصطياد الكاس. الله 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 الله، غربية أم شحانية، غربية أم شحانية، غربية أم شحانية، هذه المنافسة. السالمية، السالمية صامدة على المركز الأول، صامدة على الصدارة، صامدة على المقدمة. الله الله الله، شوف 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 وتابع، أديال أديال أديال، هذا الاسم أديال، أحمد بن سلطان بن محمد المنصوري. الكأس غربية، الكأس غربية، الكأس عنوانها السالمية، الكأس غربية، أديال والسالمية. شقرة تحاول هناك في المركز الثالث، ولكن عنواننا الأول، عنواني هذه الكأس. الله 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 الله، سلام 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 سلام، التحية سلام، والأداء سلام، ما شاء الله. أديال 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 طارت بالكأس، انتقلت بالكأس. السالمية السالمية السالمية، الكأس سالمي، الكأس غربي، الكأس غربي، الكأس غربي، السالمية هي المتصدرة، ترشيح من غراب. يا سلام يا سلام يا سلام، السالمية على المركز الأول، تهانينا الغربي. سلام، المركز الثاني أديال لأحمد بن سلطان بن محمد المنصوري، شقرة في المركز الثالث لمحمد بن غانم بن منصور السيف الخياري، المركز الرابع جوار حمد سالم بن هيان، حمدان بن سالم بن هيان العامري، والمركز الخامس غية لحمد محمد بن سالم الوهيبي. هذه الأسماء، هذه الإثارة، هذه التحديات، هذه الانطلاقات، هذه المنافسة على الكأس الأولى، كأس الكؤوس. سالمية عنوانها، غربية هنا محطتها النهاية. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هناك يذهب مع هذه الانطلاقة، زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يطير بالكأس الأولى. 12 دقيقة 29 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهذه الانطلاقة التي تعلن هذه المنافسة، تعلن هذا التحدي والتنافس على أرضية هذا الميدان. أديال لم تقصر، جاءت في المركز الثاني، طارت أيضا بالمركز الثاني أحمد بن سلطان بن سيف بن محمد بن سيف المنصوري، أيضا 12 دقيقة 30 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. يا سلام، غربية الأول والثاني، غربي هذا الشعار، غربي البداية هنا، والهوى أتوقع أن يكون غربي في هذا الصباح. شقرة وصلت في المركز الثالث 12 دقيقة 31 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثاني، هو توقيتها، تهانينا والناموس. محمد بن غانم بن منصور السيف الخيارين، صايد الرموز ما قصر، أشعل المنافسة في أول الكؤوس في هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، أحييكم أنا أيضا، أرحب بكم على الهواء مباشرة مع قنوات النقل المباشر لهذا المهرجان وكؤوسه ورموزه وأحداث المنافسة فيها.
هنا قناة دبي ريسنج وقناة البدع والريان وقناة ياسي والواحة. نرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر هذا النقل الحي المباشر، ونهني الفائزين بكأس المفتوح على فوز السالمية للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس، وعساه ناموس دايم يا أهل الغربية، وسلام يا الغربية سلام. انطلق قبل لحظات مشاهدينا الأعزاء أو قبل قليل شوط كأس ثانية، كأس يحمل اسم الشيخ مكتوم بن راشد طيب الله ثراه، ولكنه بنكهة خاصة للأصايل المحليات لأبناء القبائل أبناء الخليج العربي. مشاهدينا الأعزاء الكأس